يعطيكم العافية. مسائل على الضرب، هذا هو درسنا الأخير في وحدة الضرب. الآن لدينا مسألة. لدى حاتم 5 شياه يحلبها كل يوم، كل شاة تنتج 10 أكواب من الحليب، فكم كوبا من الحليب يحصل عليه حاتم في يوم واحد؟ ما نود أن نتعلمه اليوم يا صف ثاني، أهم شيء نتعلم خطوات حل المسألة. أول خطوة بدي أعملها أني أنا أحدد المعطيات والمطلوب. أولا أحدد المعطيات، ما هي المعطيات التي لدينا؟ أن حاتم لديه 5 شياه. كم شاه لدى حاتم؟ 5 شياه. كل شاه كم تنتج؟ تنتج 10 أكواب. هذه هي المعطيات، لدى حاتم 5 شياه تنتج كل شاه 10 أكواب من الحليب. ما هو المطلوب في هذه المسألة؟ المطلوب في هذه المسألة كم كوبا من الحليب يحصل عليه حاتم في اليوم الواحد. هذه الخطوة الثانية اللي هو أنا أحدد المطلوب، أحدد المطلوب. بعد ذلك أنتقل إلى خطوة أخطط للحل. بكتب المسألة أمامي، بكتب 5 ضرب 10، 5 مجموع الشياه، 10 مجموع الأكواب التي تنتجها كل شاه، 5 ضرب 10. بعد ذلك أنفذ الحل. 5 ضرب 10 يا ثاني تعلمنا في جدول العشرة كم؟ 5 ضرب 10 يساوي 50 كوبا. آخر خطوة بتعلمها اللي هي التحقق من صحة الحل، إني أنا أقوم بعملية الجمع المتكررة 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 زائد 10 5 مرات، فيكون الجواب نفسه 50 كوبا.